أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج حكايات وحواديت. النهاردة هنعرض عليكم زيارة معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي لمحافظة أسيوط، وأهم ما جاء في هذه الحلقة هو افتتاح عدة مشاريع لوزارة الشباب والرياضة في محافظة أسيوط، منها ملعب كرة خماسي في مركز شباب صدفة، وملعب كرة خماسي في مركز شباب الفتح، وملعب كرة خماسي في مركز شباب الوسطى، ومجمع حمامات سباحة في مركز شباب بوتيك. النهارده معانا صديقتي الإعلامية الأستاذة حنان عبد الرحمن. أهلا بك يا أستاذة حنان. أهلا وسهلا بك يا أستاذ أحمد. أستاذة حنان، امبارح شفنا زيارة معالي وزير الشباب والرياضة لمحافظة أسيوط وفتح على آثارها عدة مشاريع، إيه رأي حضرتك في الافتتاحات اللي تمت امبارح؟ الافتتاحات جميلة جدا وكويسة، بتشجع شباب محافظة أسيوط وكمان بتنمي مهاراتهم وقدراتهم الرياضية، وإنجازات جميلة اللي أنجزها معالي الوزير. تمام، طب احنا عاملين تقرير عن اليوم، نروح نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم تاني. المشاهدين، استكمالا لزيارة معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي لمحافظة أسيوط، معنا سيادة الوزير الدكتور أشرف صبحي محافظة أسيوط. أهلا بحضرتك يا معالي الوزير. مساء الخير. أهلا وسهلا. حضرتك شايف الافتتاحات اللي حصلت النهارده يا فندم، هتفيد الرياضة في أسيوط بالذات في الصعيد؟ أن الصعيد كان حضرتك كان قليل الموارد، ودلوقتي حضرتك شايفين تطور حصل النهارده، كذا افتتاح تم وكذا مجمع حمامات سباحة وكذا ملعب، شايف حضرتك الافتتاحات دي هتبقى تأثيرها ازاي على أسيوط؟ أولا احنا النهارده يعني بنسعد بصحبة معالي الوزير المحافظ محافظ أسيوط سيادة اللواء عصام سعد. احنا النهارده في الحقيقه يعني بدأنا بماراثون. ماراثون هو رمز معنوي لاستخدام الرياضه واهميه الرياضه ومشاركه شبابيه ووجدانيه، زائد كمان احنا يعني مبادره درجتك صحتك اللي بتقوم بها الوزاره. ثانيا احنا في محافظه اسيوط يمكن في جوله موجوده يعني الفتره الجايه لصعيد مصر، بدأنا بيها بأسيوط ثم نبدأ بكرة سوهاج وهكذا. في حجم الافتتاحات في المجالات الشبابية الرياضية، سواء في المجال الاستثماري ونظام حق الانتفاع، وده الوزارة مع الكيانات الشبابية وكيانات يعني الأعمال إنها تستثمر في مراكز الشباب بنموذج أو نمط يعني موحد. فالنهاردة كان في بعض الافتتاح زي افتتاح حمام سباحة في الحقيقة، كمان في أبو تيج، افتتاح لبعض الملاعب الخماسية. أكيد كل منشأ رياضي هو بيضيف وبيتيح التطوير العام اللي بتنتهجه الدولة المصرية واهتمام القيادة السياسية بكل شبر في مصر ومنها صعيد مصر. القطاع الرياضي جزء من هذا الاهتمام. طيب هو ده هيأثر في الشباب، هيأثر في الرياضة، هيأثر في الممارسة، هيأثر في تغيير ثقافة بشكل كبير جدا زي ما شفنا النهاردة. يعني مشاريع كتيرة جدا زي مشواري اللي بيعلم الشباب ان هو ينمي مهاراته علشان يتعلم مهنة وحرفة يشتغل فيها. طبعا احد المشاريع الاخرى اللي تفقدناها انا وسيادة الوزير في بنعلم الولاد اللغة العربية واللغة الإنجليزية، وكمان ازاي يستخدم مهارات الكمبيوتر، وكمان ازاي ان هو يصمم صفحة على الانترنت وغيرها من الحاجات زي لغة الإشارة، وده في مراحل يعني من 5 ل 17 سنة. عندنا مشاريع تانية في صعيد مصر زي 1000 حلم 1000 فتاة، وده مع اليونيسيف بنعلم البريتش كونسل، بنعلم بناتنا مهارات كرة القدم في كل قطاعات الصعيد. أكيد قطاعات أو التنمية اللي موجودة في كل القطاعات مش بس في الرياضة، لكن احنا النهاردة بنفتح ملاعب وحمامات سباحة ومراكز شباب، بالإضافة إلى مؤخرا إن شاء الله هنكون موجودين في ملتقى حواري لشباب أسيوط وأيضا بعض شباب الصعيد. شكرا. منها ملعب كرة قدم قانوني في مركز صدفة، وشفنا حضرتك افتتاحات تمت في مركز شباب الفتح ومركز شباب الوسطى. تعقيب حضرتك، هل المشاريع دي هتفيد محافظة أسيوط ازاي، وتعقيب حضرتك عليها ازاي، وتعقيب حضرتك عليها النهارده وزارة الوزير؟
طيب انا بشكرك الاول، وخلينا نقدم الشكر والجزيل الشكر والتقدير والاحترام لمعالي الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، الوفد الكريم اللي مرافق معاه في محافظه اسيوط. حقيقي انا يعني جزيل الشكر، واحنا يمكن تعبناهم النهارده، معلش تقبلوا اعتذارنا، انما هي الزياره كانت زياره مهمه. احنا الحمد لله تعالى مع سيادته افتتحنا بعض المنشآت وبعض مراكز الشباب وحاجات جميله جدا جدا هتعود باذن الله بالنفع على اهلي في محافظه اسيوط بمشيئه الله تعالى. هو الاهم بقى من ده كله حاجتين حقيقي. الموضوع الاولاني انك انت تعرف تستغل هذه المنشآت استغلال كويس، على اساس انها سواء من ناحيه الفكر الاستثماري اللي مع الوزير اشار ليه في كلمته، او الاهم من ده كله مركز الشباب دلوقتي اصبح بقى يعني مركز لي، مركز ثقافي، مركز رياضي، مركز تثقيفي، مركز تعليمي، اصبح بقى يمارس اجتماعي، اصبح بقى في كل المجالات بتمارس من خلال مركز الشباب. مراكز الشباب الحمد لله منتشره على مستوى، ومحتاجين تدعيم اكتر كمان باذن الله تعالى. فاذا الرؤيه اللي انا قلت عليها، ان زي ما حضرتك قال كده، ان هناك برامج الوزاره متولياها خاصه من الناحيه التعليميه، احنا دخلنا شفنا حاجات جميله جدا جدا، احفادنا الصغيرين بيتعلموا اللغات الاجنبيه، بيتعلموا البرامج الالكترونيه، بيتعلموا التسويق الالكتروني، حاجات جميله جدا جدا حقيقي فعلا يعني. ولما سالناهم حتى فقالوا ان احنا بنيجي عشان بنتعلم. ده موضوع مهم جدا جدا. الاهم من ده كله ان احنا بنغرز وبنزرع فيهم الوطنيه، حبهم وانتمائهم لبلدهم مصر، وده الموضوع المهم قوي قوي قوي. فبالتالي ثقافته وعقله بيبقى حاجة حلوة قوي قوي بتفيد بلده لما يكبر بإذن الله، وطولهم هم الكيادات بتاعة الغد. حاجة أخيرة حقيقي، يمكن أنا برضو عايز أفيد، إن احنا خلال المبادرة الكريمة الرئاسية لفخامة الرئيس حياة كريمة، احنا برضو لينا جزء في قطاع الشباب والرياضة، أنشأنا فيه مراكز، وبإذن الله من خلال المبادرة الجاية المرحلة الثانية بإذن الله تعالى هيكون في مزيد بمشيئة الله تعالى، لأن احنا برضو اشتغلنا في قطاع الشباب والرياضة وتم إنشاء مركزين بإذن الله تعالى. يا رب بمشيئة الله الفترة اللي جاية يبقى فيه أكتر وأكتر بإذن الله، بإذن الله تعالى. معالي الوزير، أنا شرفت بحضرتك وكان لقاء، وحضرتك كان دور حضرتك بارز في محافظة أسيوط، وأنا برضو أحد أبناء محافظة أسيوط. أنا فخور بحضرتك يعني وبالإنجاز اللي حضرتك بتعمله للبلد، وأسيوط اتغيرت واتطورت منذ تولى حضرتك لين. أقول لك حاجة، أولا هي مسؤولية كبيرة وحسابها عسير عند الله سبحانه وتعالى، ثم أمام القيادة اللي كلفتك أو ولتني هذا الموضوع. يعني أتمنى أن كلنا بإذن الله تعالى نبذل أقصى جهد لخدمة أهلينا في محافظة أسيوط وكل المحافظات يعني، إنما يعني الحمد لله تعالى، الحمد لله هي خدمتنا، وظيفتنا هي خدمة الناس، خدمة المواطن، خدمة الوطن، هي دي الوظيفة اللي احنا نعرفها كويس جدا يعني. انا بشكرك، ويا رب باذن الله يبقى فيه مزيد من الخير يا رب باذن الله لبلدنا مصر، بلدنا الجميله الحلوه الغاليه علينا اللي هتبقى ام الدنيا باذن الله تعالى. شكرا لحضرتك. شكرا. اعزائي المشاهدين، استكمالا لبرنامجنا اليوم معانا الدكتور شحاته غريب نائب رئيس جامعه اسيوط. اهلا بك دكتور شحاته. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اهلا وسهلا بيك. حضرتك احنا شايفنا النهارده زياره وزير الشباب والرياضه معانا النهارده في اسيوط، حضرتك تعقب على الزياره بيها، وحضرتك كان في حضرتك ماراثون لحد جامعه اسيوط، انا حضرتك كنت مشارك فيه، تعقب على الزياره حضرتك بيها. طبعا انا سعيد جدا في البدايه بمشاركتي في الماراثون اللي بدا من امام ديوان المحافظه، وكان بمشاركه معالي الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، ومعالي اللواء عصام سعد محافظ اسيوط. واحنا كان دورنا كجامعه اسيوط في الموضوع ده ان كان في بعض الشباب من الجامعه كانوا مشاركين في الماراثون، وكان ختام الماراثون في القريه الاولمبيه في جامعه اسيوط، وعشان كده الدكتور طارق جمال رئيس الجامعه كان في استقبال الماراثون في القريه الاولمبيه. انا شايف ان ده شيء ايجابي جدا، ودي رسائل كتير جدا ومتعدده لشباب مش محافظه اسيوط فقط، لكل شباب الجمهوريه، رساله قويه جدا من وزير الشباب ان شباب مصر موجودين، ان لازم يبقى في عمل ايجابي، ان برضو رساله مهمه ثانيه ان فيما يتعلق باستخدام العجل في ظل الزحمه اللي انتم عارفينها في المواصلات، ان ممكن دي وسيله مهمه جدا ان احنا ممكن نشجع استخدامها حتى داخل. بعد ما حضرتك شفت تقرير الزحمان، تحب حضرتك تعقب فيها في نهايه حلقتنا؟
أنا بشكر كل اللي قدم المبادرة الجميلة بتاعت وكيل الوزارة. ودلوقتي احنا مبادرة بتنطلق من محافظة أسيوط لشباب على مستوى جمهورية مصر العربية، واحنا بنشجع كل شباب بيدي طموحه وإنجازاته لبلده، وكل شكر وتقدير لمعالي الوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وكل تقدير واحترام لوكيل الوزارة الأستاذ محمد محمود، وكمان كل شكر وتقدير على جهده المبذول في محافظة أسيوط اللواء عصام سعد، وكل تقدير واحترام الأب الروحي اللي على مستوى جمهورية مصر العربية الرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على المبادرات الجميلة للشباب ومساندته للشباب. أعزائي المشاهدين، كده وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا اليوم، دمتم في أمان الله.